نتمنى تكونوا بخير وبصحة مزيانة. في فيديو اليوم غادي نشارك معكم مشروب صحي مفيد للصغار والكبار، تيساعدنا على التركيز. الأمهات بزاف تيقلبوا على مشروب لوليداتهم يساعدهم على التركيز، وفي نفس الوقت مناسب حتى للناس الكبار، لأنه بالوقت الناس تيوليو تينساو شوية. هذا مشروب صحي وزوين لذيذ لذيذ بزاف بزاف بزاف، وغني بالفيتامينات، غني بالكالسيوم، فيتامين او، مفيد للقلب، مفيد بالنسبة للناس اللي عندهم لو ستريس، اللي عندهم المورال هابط، بالنسبة للناس اللي عندهم دي بروبليم كاردياك، مشاكل القلب، مفيد بالنسبة للناس اللي عندهم إرهاق، تيتسمى أنتي ديبريسور. هذا المشروب الصحي غادي نحتاجو فيه الشوكولا بودرة، شوكولا بودرة بنوعية ممتازة، إلى لقيتوها بدون سكر أفضل. غادي نحتاجو الموزة والتمرات، 4 5 7 تمرات اللي يعجبكم. تناخد بودرة الشوكولاتة، إذا لقيتوها بدون سكر مزيان، ردوا البال من بودرة الشوكولاتة اللي تبيعوها في الأطفال، تتكون نوعية خايبة، تيكون فيها نسبة عالية من السكر، وهذا ماشي ممزياش للصحة. تناخد مشروب اللوز اللي عندي، لأنه ما توافقنيش الحليب العادي. سناخدو انا هاد الكمية ممكن نعملو فيها لتر واحد من الحليب. بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية من اللاكتوز ممكن يستعملوا حليب نباتي او مشروب نباتي، إذا ما عندكمش مشكل ممكن تستعملوا حليب عادي. تنكبو الحليب، خدينا شوكولاتة بودرة، خدينا موزة بنانا، وخدينا التمرات، حيدنا منهم العظم ديالهم، غسلناهم، حيدنا منهم العظم ديالهم. واللي بغى المشروب يكون حلو أكثر، لأنه بالتمر يكون ديجا حلو، اللي بغاه يكون حلو أكثر ممكن تاخدوا عسل النحل، باش نبقاو في إطار مشروب صحي. هذا الشوكولا كي تتعرفوا فيها فيتامينات كثيرة، بالنسبة للناس اللي عندهم الحالة النفسية هابطة، المورال هابط، فيها الفيتامين او، فيها المغنيسيوم، تتسمى أنتي ديبريسور، تنصحوا بها بزاف بالنسبة للحالة النفسية باش تكون ما مزياناش. شنو اخر عندنا؟ الشوكولا تسمى في انتي اوكسيدان. عندنا البنان اللي هو فيه لي فيبر، بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الهضم ممكن ياخذوا البنان او الموز، تساعدهم في الهضم، وفي نفس الوقت هو مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم دي بروبليم كاردياك. هو فيه البوتاسيوم، بالنسبة للناس اللي تخافوا من البوتاسيوم البنان فيه البوتاسيوم. والموز تعطيك أو البنان تعطيك الطاقة، إلى خديتيه في وجبة الفطور تعطيك الطاقة باش تبدأي اليوم ديالك. فيه هذا المشروب عندنا فيه اللوز فيه الزنك، فيه المغنيسيوم، فيه الكالسيوم، فيه فيتامينات كثيرة كثيرة، وحاليا في أبحاث تقول بأنه يحافظ على جمال البشرة إذا دخلناه في نظامنا الغذائي. شنو أخر عاوتاني؟ هو مفيد للقلب تساعدنا على تجنب مشاكل القلب. نتمنى هذا المشروب اللذيذ يعجبكم، ونتمنى تعملوه لوليداتكم باش يساعدهم على التركيز في المدرسة، وتنتما تستفدوا منه باش يعاونكم على التركيز. ونتمنى نتوصل بالآراء ديالكم تحت الفيديو.
غادي نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو، ونقول لكم مع السلامة إلى مرة أخرى إن شاء الله، في أمان الله.